أبو حسن سلام لم يقتل لأنه أبو حسن سلام. أبو حسن سلام اغتيل للعمل القنفي أبو حسن سلام. كانت عنده روح الرجل السبارتي المصارع. He was young, very handsome, very impressive, maybe very charismatic person. Ali Hassan Salameh joined the Palestine Liberation Organization, the PLO, in 1963. He was born in 1940 near Jaffa into a wealthy family. His famous father, Hassan, had been a commander in the Arab revolt against British rule in the late 1930s. مشهور انه كيف تحولت ثوره 36 من عصيان مدني سلمي الى ثوره مسلحه يعني خلال شهر وبدات الانتفاضه المسلحه وانذاك يعني اعلن عن تشكيل جيش الجهاد المقدس وكان حسن سلامي جزء من هذا الجيش وقائد قطاع. قرات كثيرون ممن يقول بانه علي حسن سلامه اشتهر بسبب والده. انا ارى العكس، ارى ان المناضل حسن سلامه اخذ حقه في التاريخ بسبب ابنه. His son Ali is probably best known for founding the armed PLO group Black September, which killed 11 members of the Israeli Olympic team in Munich in 1972. Israel made the list after the 72 operation of 12 Palestinian figures who were involved in this operation in Munich. Ali Hassan was one of them. He was in the list, and for years the Israeli tried to find him and to kill him. He also gained a reputation for his flamboyant lifestyle, enjoying the Beirut nightlife to the full. رجل مقاوم وفي الوقت نفسه رجل محب للحياة. واعتقادي الشخصي أن حبه للحياة قتله. What killed Salameh was being on a Mossad most wanted list, but his extravagant Beirut lifestyle did make him an easier target. But it emerged after his death that there was more to his role in the PLO and his relationships with foreign journalists and the Americans than was clear at the time. This is the story of a major PLO figure of the 1970s, the man the Israelis called the Red Prince. Ali Hassan Salameh hardly knew his influential father, but he did seem to inherit some of his daring. The old Palestinian soldier fought Jewish militias in the 1940s, and some of those missions were quite audacious. Hassan Salameh was joined with some other Palestinian and some German paratroops, and they parachuted into Israel, into Palestine. This was orchestrated by the Gestapo and by the German military intelligence in Berlin. He was part of a scheme, awful scheme, to poison the water resources of Tel Aviv. نزلهم بالطائرات بالهليكوبتر في منطقة أريحة. كان هو واحد منهم. كان في زلكفر عبد اللطيف واحد منهم كمان. كان في ضابط ألماني أعتقد معهم كمان. الخطأ اللي كان موجود أولاً إن هم يعرفوش المنطقة كويس. يعني يمكن في واحد منهم يعرف منطقة، الباقيين بيعرفوها شيء كويس، والأخص الألماني ما بيعرف شيء. فأجل إنزالهم في وقت ما سمحش للبرشتات تنزل مكان واحد، توزعت. البرشتات اللي كانت حامل الأسلحة وحامل الذهب وهذا، صناديق ذهب، راحت مكان آخر. في مجموعة من الرعاة البدو في المنطقة هناك شافوا الموضوع هذا. حاولوا إنهم يعني يكسبوا من وراء هذا، ياخذوا الذهبات او اشياء زي هيك والاسلحه وبلغوا عنهم. المسكوا. وبالفعل يعني استشهد ذوالكفل عبد اللطيف ومعه واحد الماني بينما هو تمكن من التخفي في جبال القدس. بقي متخفيا فتره طويله وعاد سنه 47 إلى فلسطين وبالفعل شارك في إطار تشكيلات جيش الجهاد المقدس اللي أصبح آنذاك بقيادة عبد القادر الحسيني وخاض معركة مشهورة هي معركة رأس العين واستشهد فيها.
أبو استشهد وكان صغير، كان سنه صغير، كان لسه طفل يعني. فبالتالي ما عرفش أبو قليلة، بيعرف أبو من خلال ما الناس كانوا يقولوا عن أبوه، بس هو ما بيعرف أبوه. يمكن هذه كان إلها تأثير كبير عليه في حياته، في بداية حياته، إنه يهرب من الحدث. هو كان بحب اللغات كتير وبحب الهندسة بنفس الوقت، يعني راح على سويسرا يدرس لغات، بعدين انتقل على ألمانيا. فهو كان أحد هذه الطلاب اللي أجي يدرس في ألمانيا، وأنا قابلته شفته. ما كانش في ذاك الوقت عنده اهتمامات سياسية، ما كانش عنده، كان يعني عادي جاي انبساط بده يعني ياخذ الدنيا زي ما هي. فاحنا يعني استغربت منه انه هذا ابن حسن سلام يكون بالشكل هذا. وبعدين رجع على القاهره، فماما وقتها يعني تقريبا زعلت شوي، ماما قالت لا حبيبته ما يرجع على القاهره بعد هيك. بعدين صارت قصه الثوره الفلسطينيه، بلشت لسه ما معروفه. Among the Palestinian nationalists who founded what became the PLO's Fatah Party was Yasser Arafat, sometimes known as Abu Ammar. كل الشباب المؤسسين لفتح معظمهم كانوا بمصر، أبو عمار، أبو جهاد، أبو إياد، لكنهم سنة 57 انتقلوا للكويت، وفي الكويت تم صياغة برنامج الحركة والنظام الداخلي، وهناك تم الاتفاق أيضاً على إعلان الاسم حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح. فإجوا لعنا على البيت، بتذكر إنه أبو إياد وأبو صالح، إيه، وقالوا له أنت ما معقول ابن الشيخ حسن سلامي ما تنضم للثورة، لازم تبقى بالثورة. المرة الثانية تقابلته فيها تفاجأت بأنه هو شخص يختلف تماما عن كنت أعرفه. تم تنظيمه بحركة فتح سنة 63 بالقاهرة، مشان هيك سنة 64 راح على الكويت، فورا اشتغل بدائرة التنظيم الشعبي تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. المعروف انه حركة فتح ما قدرت تتواصل مع عبد الناصر. اللي احتضن حركة فتح هي سوريا، لكن هالشيء تبدد كله بعد 67. حصلت هزيمة 67، وبالتالي حتى حركة فتح أعلنت ما يسمى الانطلاقة الثانية، الانطلاقة الأولى 1/1/65. بال67 أبو عمار نفسه نزل على الضفة الغربية وأعاد تنظيم حركة فتح، ودخلوا أسلحة وعمل تشكيلات المجموعاتية بالداخل، وبدأ مجدداً الاتصال بعبد الناصر. بعد ال67 طبعاً عبد الناصر كان بحاجة لأي شخص يقاتل إسرائيل، ونجحت الاتصالات آنذاك بالفعل. ب68 في وفد مركزي أبو عمار التقى بعبد الناصر، وتم الشرح لعبد الناصر وفهمهم منيح، وقال لهم يعني الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى، فكان كلمة أبو عمار المشهورة وجدت لتبقى ولتنتصر أيضا. وآنذاك جمال عبد الناصر قدم ما يستطيع من التسليح للتدريب للدعم السياسي. من أوجه المساعدة هو عقد دورات أمن وتكتيك واستراتيجية، وكان من اللي خضعوا لهالدورة أبو حسن سلامة. إحنا رحنا على الدورة الأمنية، حقيقة ما كانش عندنا خبرة سابقة، يعني لأول مرة رايحين نتعلم إشي، واعتقدنا حالنا رح ندخل على شيء معقد كتير. اتفاجأنا أنهم أعطونا 3 ملاحظات. أول ملاحظة، إحنا مش رح نعلمكم إشي جديد، احنا نعيد لكم طفولتكم، وشو كنتوا تعملوا في الاطفال نذكركم فيه وتعملوا انتوا كبار. انت صغير لو كنت ارتكبت غلطه كسرت شيء بدكش اهلك يعملوا، شو بتعمل؟ بتخبيه، هذا عمل امني. هيدي الدوره على اي حال كانت مفصل في حياه ابو حسن سلامي، نقلته من دائره التنظيم الشعبي الى دائره الرصد. كان الأمن آنذاك يسمى جهاز الرصد، أي مراقبة العدو ومراقبة التجسس. واللي أسس جهاز الرصد هو أبو إياد، وعين أبو حسن سلامي نائباً لرئيس جهاز الرصد، وانتقل طبعاً من القاهرة إلى عمان، وأصبح مقره الرئيسي في عمان.
بعد ما وصلت مباشرة على عمان كان مسؤول أو النائب المفوض عام كان أبو حسن سلامه. اجتمعنا وزعنا العمل على بعضنا البعض وبدأنا بالعمل على الساحة الأردنية. عملنا تشكيلة أقسام. أول شيء دائرة اللي هي مكافحة التجسس. عمل قوة خاصة للجهاز، قوة عسكرية. كان بحب العمل العسكري. In March 1968, Palestinian fighters known as fedayeen joined Jordanian forces against an Israeli raid on a PLO camp in the town of Karama. The camp was lost, but the Israelis took heavy casualties, and the battle was widely acclaimed in the Arab world. أنا برأيي هذا هو المفصل. بسنة 68 على أثر معركة الكرامي تقاطر شبان كثيرين على حركة فتح في الأردن من العراق من سوريا حتى من لبنان. أصبحت حالة جماهيرية كبيرة جداً ولها مؤيدين مش بس الفلسطينيين أيضاً لدى بعض الأوساط السياسية الأردنية. هون برأيي اتخذ النظام الأردني قرار لضرب المقاومة الفلسطينية لما بيقبل يكون في قوة سياسية مسلحة في الأردن لأن بعدين هتقصي. Fatah and the PLO had gradually gained strength in Jordan. And some of them began to call for the overthrow of King Hussein's regime itself. In mid-September 1970, Hussein decided to oust the fedayeen from Jordan. His forces surrounded cities with a high PLO presence, like Amman and Erbid, and attacked the fighters in the events known as Black September. It took 3 years for Jordan to expel the militias, leaving the PLO feeling betrayed. في أيلول 70 كان أبو حسن سلامة مسؤول عن أمير عمار أبو عمار شخصي والناس اللي معه. فعشان كان طوال فترة أيلول 70 هو مع أبو عمار بيتنقل مع أبو عمار محل بيروح معه إلى أن غادر وغادر مع أبو عمار على القاهرة. وفي القاهرة صار حوار مشترك وكانت نتيجته الاتفاق على خروجنا من المدن الأردنية والاستمرار على الحدود الفلسطينية الأردنية. بعد أيلول أصبح في ردة فعل عند الناس كثير سيئة إنه إحنا انضربنا وانضربنا من أعز الناس علينا من أهلنا مش اليهود اللي ضربونا العرب اللي ضربونا. علاوة على الاشتباكات اللي صارت في الأردن لما أجت اللجنة العربية للأسف أدت لأنه تنهينا نهائيا كتواجد لنا على خطوط الاشتباك مع العدو. لهذا السبب أصبح في غصة في النفس إنه هدول اللي عملوا فينا هيك لازم ننتقم منهم. أول واحد حكي في الموضوع هذا كان أبو حسن سلام. كنا في الشام كان في مجلس ثوري فأطلع من مجلس ثوري أجل نداني غازي تعال خدني بالسيارة وطلعنا على المكان بعيد. قال لي غازي الشيء اللي بيصير واحد اثنين ثلاثة أنا مش قادر أتحمله ولازم إحنا نسأل لشهدائنا ونسأل لوضعنا كثورة. شو اللي بدك إياه؟ قال بدي أعمل شو اسمه أيلول الأسود. طب إيش بدك منها؟ قال بدي كل واحد خاننا نقتله. منظمة أيلول الأسود هي ترتيب سري لحركة فتح ظهرت طبعاً ببيروت بعد أيلول الأسود اللي سمته كل الصحافة بلاك سبتمبر ومن العمليات المشهورة مثلاً اغتيال وصف التل بالقاهرة. وصف التل had been the Jordanian prime minister during the Black September events in 1970. To Salama, he was a symbol of Arab betrayal. انتوا ضربتونا انتوا يا عرب ما وقفتوا الى جانبنا حتى لا نضرب الى اخره هاي نحن بنقدر نصل الى كل مكان لان فتح انذاك اصبحت قوه سياسيه حتى بعد انتقالها الى لبنان سنه 72 مثلا
أصبحت قوة سياسية بلبنان متحالفة مع الحركة الوطنية اللبنانية، فصار عندها التزامات على الصعيد الدولي وعلاقاتها وعلى الصعيد العربي. فدائما هذا العمل السري بيعفيها جزئيا من الإحراج، بتقدر تقول إنه لا مش نحن في تنظيم، نحن مش مسيطرين عليه تماما. إحنا كان عندنا سياسة الفتح ما بعد عن عملية لم تعلنها إسرائيل. إذا هي ما أعلنتش مش عارف مين اللي عملها. طب ليش أنا أعطيها مين اللي عملها؟ خليها ضايعة فيها. Later on, this organization developed a very specific characteristic and very specific methods of act that when you look at them, they have nothing with what happened in Jordan. And maybe the most famous operation of this organization was the operation in Munich during the Olympic Games in 72. By September 1972, Ali Hassan Salameh was security head of Fatah and chief of operations of Black September. He was not on the ground in Munich, but as a leader of the organization, he's likely to have been involved. فكرة عملية ميونخ في جوهرها كان مقصود منها لماذا استبعاد الفلسطينيين عن الألعاب الأولمبية؟ وليش إسرائيل هي عم تنفرد بهذا المقعد؟ وطبعا كان خطة العمليات الخارجية كلها اللي مارس العمل الخارجي هو لفت الأنظار إلى قضية فلسطين، إلى قضية الأسرى والمعتقلين بالداخل. دائما كل العمليات ما كان هدفها القتل، كان هدفها أخذ رهائن من أجل إطلاق سراح آخرين. By the Israeli perspective, those are not political prisoners, they are like terrorists. Some of them were caught during operations as armed people. And by the Israeli public opinion and by the Israeli leaders, there was no reason why to exchange them. قائد عملية ميونخ كان مهندس درس في ألمانيا، وهو نفسه شارك في بناء المدينة الرياضية في ميونخ. لهذا السبب كان هو عنده معلومات كاملة عنها ويعرف كيف تفاصيلها. كمهندس بيعرف تفاصيلها كاملة. فخطط العملية هذه هو في ليبيا، كان في معسكر مع مجموعة شباب اتفقوا على أن يقوموا بالعملية هذه وبلغوا القيادة فيها وصار موافقة على القيام في هذه العملية. طبعاً عدة جهات شاركت في العملية بس بعرفوا شيء. جهة مثلاً أمنت لهم جوازات، جهة أمنت لهم فيز، جهة أمنت لهم الأسلحة في ألمانيا. Palestinians brought in clandestinely weapons and operatives. And this group of Fatah people, fedayeen, they attacked the Israeli sports athletes at the Olympic Village. They killed some of them and they kidnapped the rest of them to Fürstenfeldbruck, which was a military airport, because they thought they would get a plane to leave Germany with the hostages for Egypt. But the Germans, who were not very experienced at that time, they wanted to stop it by all means. Black September killed two Israeli athletes in the Olympic Village and abducted nine others. They wanted to leave Germany with the hostages, but the German authorities secretly planned to foil their getaway by helicopter. That was the first time that the Israelis had to negotiate through someone else with Palestinians. And Golda Meir, as prime minister, declared that she won't negotiate, and she put all the responsibility over the Germans that they had to negotiate. Although they came to her and said, we need names, we need the Palestinian demands to change prisoners. But Golda refused to make any negotiation. In the end, the fedayeen didn't want to kill him. They wanted to get messages. So the result was a disaster. All but two Black September operatives were shot by German snipers at the airport. But not before they'd also killed the nine Israeli hostages waiting in the helicopters with grenades and machine guns. قتلوا كل الرهائن وانقتل معظم المجموعة ما عدا اثنين هم اللي
لم يقتلوا واعتقلوا. بس الخطط العملية واللي رتبها وكل هذا هو قائد العملية اللي استشهد فيها. The first accusation against his involvement in the 72 operation were presented by a German magazine few months after the operation. The magazine presented Ali Hassan Salameh as the leader of the organization and the leader or the planner of the whole operation there. Later on, the Israeli media and some Israeli intelligence sources continued this narrative and claimed that Ali by himself actually planned the operation in Munich. Something that I have some doubts about it because as far as I know, he was involved, but he was not the planner and he was not the leader for sure. قدم مساعدات، قدم تدريب، قدم إشي زي هيك، ولكن مش هو الخطط لها. ميونخ مش هو الخطط لها. רוצים בכל לב לשים קץ ללחימה ולסכסוך ולצעוד יחד לקראת שלום. היערכות תמידית לעמידה. Munich enraged Israel and Golda Meir, and they launched Operation Wrath of God in retaliation. One of its first missions was what they called Operation Spring of Youth, when Mossad intelligence agents landed in Lebanon by boat to attack PLO leaders in Beirut and Sidon. أبو حسن ما قدروش يتقدروا عليه لأنه موجود بيته في نص السفرات وعليه حوالي 14-16 حراسات. أبو عمار هاجموا مكتبه بس أخطأوا. هاني الحسن أنا كنت نازل وبسكن جنبي بيته. شفته طالع بسيارته في الفولكسواجن وراه سيارة أمريكية فيها خمسة. قلت كويس هي هاني الحسن عمل لحاله حراسات. طيب لا مش حراسات. المجموعة المكلفة باغتياله وطلع قبل العملية بنص ساعة. وبالتالي تركوه وراح انضموا للمجموعات اللي اغتالت أبو يوسف النجار وكما لكم. Mossad was able to take out 13 Palestinians in Europe. And of course, at the tip of that effort was Operation Vardan, Operation Spring of Youth, to be able to come to Beirut in the middle of the night and strike three Palestinian prominent figures in their houses was no less than a stab in the heart of the PLO. Ali Hassan Salameh rose to the top of the PLO's Fatah Party in the 1960s and 70s to become one of Yasser Arafat's most trusted men. He also founded the Black September Armed Group, which killed 11 Israeli athletes at the Munich Olympic Games in 1972. This put him on an Israeli hit list, and Mossad attacked the PLO in Beirut in April 1973, killing three senior figures. But they failed to get to either Arafat or Salameh. However, Mossad continued to target Salameh and in the process committed a major blunder in July 1973 in what became known as the Lillehammer affair. من سقطات الموساد آنذاك انه حط مواصفات وربما صور اوليه لابو حسن سلامي فاشتبه بعامل مغربي معتر بمطعم بمدينه ليلهايمر يعني وراحوا اغتالوه اسمه احمد بوشيخي طبعا بالكتاب الاجنبي بوشيكي بيصير وكل الصحافه بتكتب احمد بوشيكي والحقيقه بوشيخي ولا ناقه له ولا جمل هذه كان عملت له مشكله دبلوماسيه على كل حال بوشيكي كانت او بوضي بسموه هي كانت عمليه موجهه لابو حسن سلامه بالذات باعتباره هو اللي نفذ عمليات كثير في اوروبا واللي بدا يعني تكون عنده جهاز عالم تلاقي مثلا في ايطاليا كان له ناس في فرنسا له ناس في بريطانيا كان له ناس حتى بعض اللي كان بيتعاون معه كان يهود
وهذا الأجر الإسرائيلي كثير إن هو دخل على المجتمع اليهودي. Now there is a question why after Lilheimer that happened in the mid-70s, the Israeli waited till 79 to kill him then. And there are some political reasons and explanations for that. We must understand that during 79, that was also the era of Begin as a prime minister in Israel. And that was after the big embarrassment of Lilheimer, that after that embarrassment, Israel could not operate freely with the same way that they did before in Europe. For years, the Israeli were not really afraid of the Palestinian, but the Black September made a change. It made a huge change because of the fog that was covering the whole operation, because of the big question mark that stands behind of who stands behind the operation, who did things, who sponsored them, who worked for them. I think that was one of the reasons that made Black September for the Israeli public opinion more dangerous and unique. And Ali Hassan Salameh, as one of the leaders of this organization, was also very vague, very unclear, unpredictable. مستعد يقوم بعمليات قتل وعمليات اغتيال مقابل حبه للحياة وللناس وللنساء وللجميلات وللبزخ. He was a big problem. He was a big problem because he was different. He was fluent in European languages. He was handsome. He was party guy. He was used to travel a lot in Europe. And people admired him also in Europe, not just in the Arab world. لا أبو حسن صار مشهور. حتى رجال الأزياء بيعرفوه في أوروبا. يريد أن يظهر بمظهر الغربي، ليس بالرجل الفلسطيني التقليدي بالكفية وبالبندقية وكذا. He was an item. He was the center of nightlife in Beirut, and he married Miss Universe. زواجه من جورجينا رزق ما كان صدفي. يعني تزوج ملكة جمال العالم. He knew how to make people follow him. And he was a flamboyant, bohemian character that had all these symbols of being a leader. He was quite a mysterious person. On one hand, a very elegant guy, like a dandy, like a playboy. On the other hand, a ruthless operative who is fighting for the Palestinian cause. In that sense, he was a big threat for the Israelis. He could speak for the Europeans, he could speak for the Western world and to present the Palestinian cause in a very clear and very different way than the previous leaders and other leaders. كان ناضج في العمل السياسي والعمل العسكري هو ناضج جدا لكن في حياته الطبيعية يعني لسه عنده الولدانات تبعت الشباب الصغار وكان سهرات وبذخ والقد مبالغ فيها كان يلعب كاراتيه ويسبح يحب يروح سباحة بروح على النادي الصبح برجع من النادي لازم الرياضة لازم الفروسية لازم الإسبرطية اللي في داخله هذه تكون دائما موجودة عنده ناتين كول كان يحبه كتير فرانك سيناترا وبعدين ألفيس بريسلي كتير قد ما أنا كنت حب ألفيس بريسلي كمان هو حبه كتير لما كان هو واختي كانوا مع بعض بصف البكالوريا فكان شو دائما يقول لي شوفي بيقعدوا بالايام يدرسوا قال لي انا كم ساعه بدرس وبروح على السينما وبرجع وبنجح احسن منهم كان يقول لي لانه حبوب هو كان شكله يعني وسيم وكذا الناس تحبه يعني بتقدر تتعامل معه وبنفس الوقت كان في أمور كتير يكون حاسم فيها الأمن بحتاج حاسم From Jordan, the PLO had moved to Lebanon, where Yasser Arafat was now based. But when they gradually took control of the south of the country and of West Beirut, this upset Lebanon's fragile political balance.
Arafat had the support of the Lebanese National Movement, led by Kamal Jumblat. But Arafat wanted relationships across the political spectrum and made a show of reaching out to figures like Pierre Jamail of the Christian Kataib Party, whose power base was in East Beirut. مع حدا ومشهورة حركته سنة 73 بعد الجنازة جنازة شارك فيها بيير جميل وعمل حركة بطريقته طلع بسيارة كريم بقرادوني وقال له تجول فيه بالأشرفية اللي بدنا نعمل فتلة بالأشرفية قلت له كأبو عمار هلا خلينا نوصل عند الشيخ بيير قال لي لا لا أنا بدي أشوف الأشرفية أنا كان عندي سيارة رونو صغير قاعد أبو عمار كفيته فاتح على الإزاز صار يحيي صار يمد إيده ويحيي يعني احتاروا ناس بدوا يصفقوا ناس يرحبوا فيه ناس اندهشوا كان بدوا يطمن الجميع أنا لست خصماً لأحد ولا أريد أحد أن يخاصمني بدوا يكسب الجميع فهو مثلاً كمال جنبلاط كان عنده مشروع الحركة الوطنية لتغيير النظام أبو عمار آخر همه يتغير النظام ولا ما بيتغير كل اللي بيهمه أن يكون ظهره محمي وأنه لبنان يكون قاعدة شبه عسكرية بالجنوب وإعلامية وسياسية لمخاطبة العالم But whatever Arafat had envisaged, civil war broke out. The PLO fought the Kataib Christian militia in the streets of Beirut, dividing the city into east and west. Militias and splinter groups proliferated. Hundreds of civilians were killed. The Lebanese army was split, and the leading factions usurped many of the functions of government. However, the war gave Ali Hassan Salameh a key role, one that would take him into the heart of the PLO's opponents inside and outside Lebanon, and ultimately into a dialogue with the Americans. He started by approaching Pierre Jamail's son, Bashir. يتصلوا ببشير أبو حسن سلام وبيقول له أنا مهمتي من قبل أبو عمار أن أؤمن لك اجتماع مع كمال جنبلاط ونحن يعني كمنظمة التحرير وكمال جنبلاط كحركة وطنية وأنت كممثل للكتائب اللبنانية والمسيحيين بدنا ناخذ موقف الإعلان عن رفضنا للتدخل العسكري السوري في لبنان خلافا لقرار حزب الكتائب كان مقنع بشير أنه ما لازم يفوت السوري على لبنان وافق ما حدا عارف بهذا الاجتماع وذهبوا عند بيت محسن دلول صار ببيتي هو لقاء بين كمال جنبلاط وبشير جميل واللي هو أبو حسن سلامي استحضر وحمى بشير جميل بتعرفي كانت الحرب كيف بشير جميل بده يفوت على الغربية ففعلا راح نقله من المتحف بسيارته وانضم إلنا إلى الاجتماع أبو حسن سلامي حضر كل الاجتماع بهذا المعنى هون برز بالمجتمع اليميني إذا بدك أصبح نجم يعني أبو حسن بيطلع من حفلة من عند داني شمعون بروح على الصالون لعند بشير جميل على الرغم من العداء السياسي بين الطرفين بس هذا أسلوبه تعرف فيه الأقنية الأخرى غير الأقنية السياسية كانوا يحبوه كتير حتى مرة قال لي أنه كمال شمعون قال له أنا ما عندي ولدين عندي ثلاثة قد ما كان يحبه في عز الحرب الأهلية بيلتقي أبو حسن سلامي بشير جميل طبعاً بتناقشوا بأمور أمنية لكن بالمقدمات مثل كل الناس كيفك كيف الصحة وبعرف شو قال والله يا أبو حسن بلدكم حلو كتير ما حكى أبو حسن رجع لعند أبو عمار قال له بشير جميل بإسرائيل كان عمل على الملعب الإسرائيلي الملعب الإسرائيلي اللي كان مهم جداً كان المنطقة الشرقية حزب الكتائب كان مهم جدا انهم الملعب هذا ما حدش يقرب عليه. استطاع ابو حسن انه يخترقه لدرجه كنا بنعرف ضباط الاسرائيليين اللي كانوا يشتغلوا في المنطقه الشرقيه. هنا بدا دور لابو حسن سلامي من خلال علاقات له مع بعض القيادات في حزب الكتائب اللي فتحوا له خطوط مع الامريكان.
هلا بوحده من السهرات الطوال طلعت الفكره الاتي، انه نجي نحكي امن ما نحكي سياسي، لانه هو ممنوع الحكي السياسي بس ما حدا بيقول ممنوع الحكي التدابير الامنيه. وإن اتفقنا انه نعرض على السفاره الامريكيه، على السفير الامريكي، انه هو كان موجود طبعا بمنطقه الغربيه، يعني المنطقه المسيطر عليها من قبل الفلسطينيين، وانه نجي بعرض الى السفاره الامريكيه يقول انه مستعد ابو عمار وبصوره خاصه كلف ابو حسن سلامه بانه يعملوا دائره امنيه اوسع ما بتتصل بالسفاره ولكن بتامن امن السفاره حتى ما يتم اي اعتداء على الامريكان في هالمرحله. وسالني انا بتذكر السفير قال لي شو مصلحتهم هني؟ قلت له مصلحتهم يعملوا اتصال معكم ولو كان مش اتصال سياسي، بدهم اتصال. قلت له في قناعه لدى على الاقل فئه يلي انا بعرفها من الفلسطينيين انه بيعرفوا انه ما في حل، ما في دوله فلسطينيه بدون موافقه الولايات المتحده، يعني كان واضح. قال لي بعطيك جواب. بعد ما شفته بعد فتره للسفير انا ما حكيته بالموضوع، بيقول لي هيك نحن خارجين، بيقول لي شو بعدك عم تشوف الفلسطينيين؟ قلت له طبعا انا بشوفهم. بجاوبني بيقول لي بشكل واضح فكره انه يعملوا حزام امني لانه عم نواجه مشاكل. قلت له اذا فكره الدائره الامنيه نمشي فيها؟ قال لي بنمشي فيها. This was the start of a dialogue between Salama and a CIA intelligence officer based in Beirut, Robert Ames. Ames spoke Arabic and understood the region. It's possible his back channel with Salama might have influenced long-term relationships between the Arab world, Israel, and the US, if both had lived. From the point of view of Israel, to have the CIA conduct an intensive dialogue with their number one adversary is like, I don't know, the United States learning that Israel has secret channel with Osama bin Laden. From the point of view of Israel, this is not, Ali Hassan Salameh at that time was not less evil than any of the most wanted terrorists that the United States are seeking to kill nowadays. And I think that if the Americans would hear that Israel would do something like this, they would term this as nothing less than a severe betrayal of trust. But nevertheless, the United States continued with that. I'm convinced that we're on the road, on the way to the right road, that we really can draw closer to that golden age of peace, prosperity, and brotherhood. I would say that the President Ronald Reagan plan of 1980, that was the first time when the U.S. Truly acknowledged the rights of the Palestinian people, this plan wouldn't have been written and published without the influence of Robert Ames, that was influenced by Ali Hassan Salameh. When the Israelis discovered this dialogue was going on, they acted decisively to shut it down. أنا بتذكر يوم اغتيال خيي كان ب22 كانون تاني، كان عيد ميلاد بنتي. فهو جاي فجوزي حضر كاميرا التصوير سينما. إنه هو جاي عيد الميلاد ومحضرين كل شيء، إنه كل شيء بدنا نحتفل فيه، ما في احتفال بس نحن العائلة إنه بدنا نصوره وهيك. وقاعدين ناطرين. إريكا ماريا تشامبرز هو اسم مزور، بريطانية كانت تقيم في شقة مقابل بيته وتدعي إنه هي عندها هواية الرسم، فبتحط مرسمها على الفرندا بتقعد ترسم، وكانت مهمتها مراقبة أبو حسن سلام. She was able to study him very closely and she found out his habits. She could oversee part of the street. مسيطر على بيته، مسيطر على شارع البردان، مسيطر على شارع ميري كوري. إذا راح من هالطريق هي شايفته، إذا راح من هالطريق هي شايفته. بس ينزل البيت هي شايفته بوضوح.
العملية خطط إلها فترة طويلة، ما كانش في عملية بين يوم وليلة. The Israelis tried for a long time to locate and to kill the Red Prince in Lebanon and in some other countries that he lived before. Finally, they got information from a Palestinian that lived in Beirut and was member of one of the Palestinian organizations. He delivered some information about the life of Ali in Beirut. The Israelis, for a few months, made a plan how to reach him and to kill him, basically. رحت له على البيت كان في ساية الجنزير ابن الفيلم صيط بقى رحت له بحسن قال له شو في صوت عريض قلت له شو في محاولة اغتيالك ملفك طلع من الدرج ملفك طلع من الدرج يعني التنفيذ رئيسي مش مؤجل يعني بتكون الخطة اكتملت وكل شيء وأنا المعلومة اللي وصلت لي إنه ملفك طلع من الدرج خلص في تنفيذ في لاغتيالك كنت واقف انا وياه على البلكون قال لي شو يعني شو اعمل قلت له يعني غير وضعك غير روتينك شوف اتصرف يعني قلت له احنا مش قادرين نحميك قال لي اللي يصير ما انه هممني اخر مدي كنا حسينا صار روتيني انه دائما 10 يطلع من البيت اللي هو ما قلت له غير الوقت وهيك فقالنا وقتها كلمة هيك إنه لما شخص يطلع قرار باختياره بتصفي أيمتى وين ما فيك توقفها بس أنا مستعد يعني إذا بدي يصير اقتحام أنا مستعد للمقاومة ما بيقدروا يطلوني It was clear that he is walking with a lot of bodyguards so approaching him inside this, just in the middle of the street and shooting him even if this is successful would be likely end up in the capturing of the assassins which is a disaster. So they decided to use a huge amount of explosive that would hit him while being in his convoy and would likely kill him and his bodyguards, meaning does not allow his bodyguards to react and do something. قالنا كان يخاف عليه كمان لدرجة إنه حذروا قال له في خطة لاغتيالك فانتبه بحكيني بشير جميل بسألني إذا عم شوف أبو حسن سلامة قلت له إيه عم شوفه بشكل مستمر قال لي فيك تشوفه قلت له إيه قال لي قل له ينتبه على حاله وبركي بيترك مطرح ما هو وبيروح يقعد بالمخيم سمعت يعني فهمت من بشير إذا إنه كان حاسس بشيء أو سامع شيء وأنا بعتقد سامع من الإسرائيلي هذاك اليوم بعثوا لي رسالة من بشير جميل موجهة لأبو حسن سلامة إنه انتبه في محاولة لاغتيالك اليوم غير نمط حركتك غير نمط الحركة ما حبوش يفيقوا من النوم سلموا رسالة لما نزل من البيت أخذ رسالة هو بالسيارة فتح رسالة بقرأها صار التفجير كل المعات انقطعت رؤوسهم هو لا هو الوحيد اللي إصابته كانت بسيطة جدا عبارة عن شظية صغيرة دخلت في عينه قتلته سمعت أنا انفجار كنت عم لبس ديمة إيه فما خطر لي خيي أبدا فبتذكر هالنهار ما بنساه إنه ماما وإم حسن ما تخيي نهاره بكى يبكوا أنا بقيت أتطلع فيهم بس ما تحركت من ولا كلمة ولا حتى تعبير ما في لأنه من الصدمة من قوة الصدمة يعني أنا قدامه أتخيل خيي لا يمكن ينلقط لا يمكن يموت مستحيل كان في جدل حول شخصية ودور أبو حسن سلام منهم يعتبروا أنه إسرائيل زرعته بمنظمة التحرير ومنهم يعتبروا أنه منظمة التحرير زارعة أبو حسن سلام في الغرب وبصورة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية I think
Mossad had a greater motivation to kill Ali Salameh after they failed in Lillehammer. So this was an unclosed circle, an unclosed account, and they wanted to close there. Second, they really thought that he was involved in Munich, whether this is true or not, but they really believed, and they believe to this day. Third, the fact that he was the contact person to the CIA and the American administration was, and I quote one of the Mossad operatives participating in that operation, was like sticking a finger in our eye. يعني إسرائيل برضو بدها شهرة دولية لأمنها إنه هي قتلت فلان اللي هو الكل بيحكي عنه وكانوا دائما بيركزوا على إيدهم الطويلة إنه بثبت للعالم إنه إيدنا طويلة فقبل اغتياله حط تركز عليه إعلاميا كتير 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 هم وعملوا مسلسل نزلوا كل يوم في الجرايد عن قصة الأمير الأحمر إلى قبل اغتياله يمكن بأسبوع انتهت المسلسلات هذه وقتلوا Ali Hassan Salameh was killed on the 22nd of January 1979. Robert Ames died in the suicide bombing of the US Embassy in Beirut 4 years later that killed 63 people, including 17 Americans. Some believe that if Salameh had lived, he would have been able to pass intelligence to the Americans and thwart the attack. Longer term, if both Ames and Salameh had lived, the US relationship with the Middle East over the past 40 years might also have followed a different course.